وصلت لقصر الحرانة في الصحراء الأردنية 65 كيلو شرق الأردن. قصر الحرانة يعتبر القصر الأموي الوحيد بالأردن، بني عام 92 للهجرة 710 للميلاد، وهذا القصر أموي. 92 للهجرة ما له علاقة بالرومان ولا له علاقة باليونانيين، وجو يتفرجون على هذا القصر. هذا القصر ما زال متمسك بعمرانه القديم بدون ترميم. هذه أحد القاعات الكبيرة في القصر، أو تقع على المدخل الرئيسي للقلعة، لها مدخلين. هذه القاعة الثانية متساوية المساحة والحجم للقاعة المقابلة لها، قاعتين مقابلتين لبعض، يقعان أو تقعان القاعتين على المدخل الرئيسي للقصر. نفس التصميم، نفس الأقواس، نفس ارتفاع السقف، نفس الفتحات الجانبية للقصر. هذا القصر يستخدم للغرض الدفاعات الحربية العسكرية في العصر الأموي. هذا هو القصر الوحيد الأموي الموجود في الأراضي الأردنية. هذا القصر يحتوي على 61 غرفة موزعة على دورين. أوه، رائع. بطلع الدور العلوي. الله، شوف التصاميم القديمة والنقوش الجميلة. هذا نقش وأقواس أموية. الله، رائع. غرف ودهاليز، وهذه يعني حفرة منفذة للدور الأرضي. هاج ملك، والله
والله انا قاعد اشم ريحه التاريخ يا جماعه. شم ريحه التاريخ. هذه غرف الراحة أو زي ما تقولوا غرفة الطبخ في القصر. هذه كلها لأغراض طحن الحبوب والقهوة والدقيق. غرفة التخزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أبراج المراقبة حفظ الباب ينفذ على البير الجانبي. هذا مبنى أموي بني لاستراحة القوافل التجارية والقوافل الرسمية المتجهة من الشام إلى الحجاز. قصر حرانة الموجود في هذا الاتجاه هو القصر الوحيد السكني والثكنة العسكرية بنفس الوقت في العصر الأموي والوحيد في الأراضي الأردنية. وهذا زي المبنى مبنى مخصص للاستراحة. مجرة الأبقار أو المواشي الباقية الحمير والبغال تلف حول هذا الدوار وتربط هذه الخشبة بالحبال ويتم استخراج الماء بهذه الطريقة. لاحظوا هذه زي الرحى لاستخراج الماء. الدلو دلو الماء يوضع في نهاية هذا البير. هذا هو مكان الاستراحة. البير اللي يستخرج منه الماء ويمد هذا البير غرف الاستراحة والحمامات بالمياه. الصحراء باتجاه الشام. القصر الجانبي لعمرة باتجاه الحجاز. وهنا تتجمع المياه وتدخل إلى الحمامات في الداخل اللي مجوفة متر تقريبا تحت الأرض. وبتشوفون إن شاء الله من جوا كيف عملية البرك والكراسي
والمناطق تجمع المياه على جنبات الحمامات، وهذه كلها نوافذ للتهوية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف النقوش والرسم. الأضاحي يا إلهي، نساء وجمال، هذه الحمامات كانت تملأ بالماء. هذه حماماتهم تملأ بالماء ويستجمعون فيها ويرتاحون من الترحال ويقضون أجمل أوقاتهم في هذا المبنى وهذه الاستراحة المليئة بالنقوش وفتحات في الأعلى للتهوية. نقوش ظاهرة، صور نساء عاريات. الله، هذه كلها حمامات كانت مليئة بالمياه، تقريبا متر عمقها. كانوا يسبحون ويستجمون في هذه الحمامات، والنقوش في أعلى القبب. من هنا تدخل المياه، وهذه كلها أعمدة للجلوس عليها. هذه برك جانبية. ما يقيمون في هذا المكان أكثر من يوم أو يومين ويكملون رحالهم اتجاه الحجاز والعكس إلى اتجاه الشام. حبايبنا يا الشعب العراقي العظيم، 200 كيلو أصل لكم. على اليسار أبتجه لكم. هل في أحد يضيفني؟ هل من مضيف؟ جيتكم. الشعب العراقي العظيم يفصل بيني وبينه 200 كيلو مسافة ساعة بالسيارة من الجهة اليسرى. تحياتي لشعب العراق